أن رمضان هو شهر النشاط أكثر من أي شهر آخر وليس شهر الخمول. لماذا؟ الطاقة الحيوية لها أهم ثلاث مصادر للطاقة الحيوية لا تظهر إلا في رمضان. أول مصدر للطاقة الحيوية التوجه الكثير نحو الكعبة الشريفة، وهذا لا يتجلى إلا في رمضان، خاصة لأن فيها صلاة التراويح. إذن أكبر كمية صلاة يؤديها المسلم في رمضان أن يتجه إلى الكعبة الشريفة في رمضان، وهذا يعطيه مصدر ضخم للطاقة، طاقة أثيرية، الطاقة الحيوية. سيدي، هنالك طاقة ربما يتم إشعاعها من الكعبة الشريفة إلى كل الأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى أوصى حتى البيت الذي فيه نوافذ نحو الكعبة أن يفتحها، سبحان الله. فقال تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، لكن هذا لا ينفذ، يعني هذا الأمر. والله قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأكثر توجه للمسجد الحرام سبحان الله يكون في رمضان. هذا مصدر هام للطاقة. المصدر الهام الآخر، هنالك طاقة تسمى الطاقة السنوية، لا تنزل إلا في ليلة القدر مرة واحدة في العام. الطاقة السنوية لا يعطيها الله إلا في رمضان، إذن هو شهر الطاقة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان حكما، بعد ما الإنسان يقوم بالدورة التدريبية الكاملة على الطاقة الحيوية والنشاط، يعطيه في العشر الأواخر قمة الطاقة في ليلة القدر. المصدر الهام للطاقة الثالث هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم أكثر ما يتلى في رمضان. إذن يجب أن يكون رمضان أكثر نشاطا وأكثر حيوية وأكثر همة من باقي الأشهر، وليس للنوم والتعب والخمول، لأن الإنسان يتزود بأهم ثلاث مصادر للطاقة، ومنها ما يسمى طاقة الليل. فطاقة الليل هي تسمى طاقة السكون، فطاقة السكون هي طاقة أساسية للإنسان. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الله قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وليس مسكنا. فالبيت يعطي السكينة. وقالوا في السابق: البيوت السعيدة لا صوت لها، يعني ما فيها مشاكل. نعم صحيح. يعني فيجب أن لا تزيد المشاكل في رمضان. أحسنت. يعني يجب أن يكون بيوتنا سكنا في رمضان بالذات ومليئة بالطاقة الحيوية.